لاحظنا باللي هناك عمليات قصرية كثيرة خاصة عند الخواص. حاليا كل مفتشي يعني قطاع الصحة هم في الميدان. حاليا احنا رانا يعني نشوفوا ما هي الأسباب اللي أدت إلى هذه العمليات. هناك يعني عوامل عرفناها، أننا الجانب المالي ونمثقك، حتى الموارد البشرية غير موجودة في هذه العيادات الخاصة من قابلات وأطباء يعني متخصصين في طب النساء. التحقيق فتحناه لأن هذه ظاهرة غير مقبولة. المستشفى المركزي لبني مسوس للسجال الطبية كان تشهد يعني اعتداءات، يعني تنظيم المسار المريض داخل هذه السجالات حسن بكثير هذه الظاهرة. إذن احنا ملزمون باش نحسن ظروف العمل على مستوى مؤسستنا من خلال الاستقبال والتوجيه وإعطاء يعني أماكن يعني لمرافق المريض والمريض. وكذلك المواطن فان لازم هو كذلك يساهم في هذه الظاهرة، لأنه جاي باش يعني نقدم له خدمات صحية وما جيناش باش نقدم له خدمات أخرى.